الفقرة هاي فقرة فلسفة علي حموري بالحياة. لعبتي. انتي وومن رايت اكتيفست. ناشطة في مجال حقوق المرأة والصحة النسائية الإنجابية. طب سؤال. وين المن رايت اكتيفست؟ هم إذا حدا ما أخذ حقكم يا شيخ أنت خلوا واحد ساكت. هلا أقوم أكسر الكاميرات هسا. شو يعني؟ بدك جواب فلسفي ولا حقيقي؟ وين المن رايت اكتيفست؟ أنت بتحكي انت ناشطه، طب ليه ما في من رايت اكتيفست؟ بس انت من عندكم، طلع من عندكم ممثلين، جاي انا كمان امثلك والله. جيب يا بدي امثل حالك يا حبيبي، واعمل التيم وبلش هالبدونا. اعمل مبادرات. طب عندي القدره اني اصير من رايت اكتيفست؟ اه طبعا ده. اي حدا عنده القدره على التاثير والاقناع. بس بعدين اقول لك شغله، هو موضوع انه ما حد بيقدر يغير العالم، بس كل حدا بيقدر ياخذ زاويه يشتغل عليها. موضوع عنصري انه وومن رايت اكتيفست، جندري، حاسس انه موضوع عنصري، انه ليه في شيء هيك، ليه طالعين بشيء لحالهم، ليه ما يكون الموضوع سلس؟ لا لا، لانه بس لانه كثير في جوانب من حياتنا ماخوذ حقنا فيها كنساء. هلا انتم جد جد احنا مجتمع يعني بطريرقي. اللي 8 سنين متزوج مرتي ما بتطبخ. هلا طب وين الوومن رايت اكتيفست؟ بيهجموا علي بقول لك المره انا مش للطبيخ، اكيد انا ما بدي اياها تطبخ اصلا. على فكرة انا بدي ضل اطلب اكل من برا طول عمري. ايوه ما زبطها، اوعى حدا يجي فيي بارمدكم. ترى بعد ولا ايش اصطب تاكل معهم هاي الجمله؟ ايش اصطب؟ على فكره والله انك نصاب تطبخ لك، انت عارف شو عندهم كثير كيوت هي. الومن رايت اكتيفست من شو عندهم حساسيه؟ من المن. لا لا انا عليها ايدي ايدي عليها. اسمع كنت بضحك وبغض ايدي هاي طلعت ترند بحلقة نادية الزعبي. ايدي يا نادية، ضليت حاط ايدي ربع ساعة، ايدي نادية ايدي، هي بتضحك. طيب نادية لما تضحك لا لا والله ما حساسية من المن. يعني شو بدي اقول لك؟ لو ركبت بباص وسمعت الكنترول بيحكي بالله يا شب قوم قعد هالصبية، بتخليه يقوم ولا لا؟ طبعا. طب والايكوال وال50 50 انا ما بناشد في المعلم هاي اخلاقك. انا بدنا 50 50 بس في برضه اخلاق عندك. يعني انا لو في بنت ثانيه ولا تحكي له خليك قاعد، انا وومن رايت اكتيف. لا انتم باخذين فكره الاكتيف الناشطه في مجال حقوق المراه انها هيك. لا عادي بنت انا قعدني يعني بنوت لابسه بستار بس انه انثى يعني حلو. شاركك بالمصروف بس ما بدي 50-50 يعني، مش لازم انا انت مثلا جرة غاز، بقدر لو بدي، بس كل واحد قدراته. انت راتبك اعلى مني بكثير، راح تكون مساهمتك في البيت اكثر مني بكثير. انا قوتي الجسديه اقوى من ضياء، والله لا احمل انا ان انت المي والهاي مثلا. يعني كل واحد قدراته، تكافؤ فرص. اشكرك. شكرا شكرا قوي. انت ايجابيه عاليه بتعتبري حالك. الا هالشهر اللي انت جايني فيه، الثلاث اشهر والله احباط. بدي احكي لك ثلاث شخصيات وانت تحكي لي كيف نتعامل معهم بالطاقه الايجابيه. جاهزه؟ اللي كل ما يشوف قصه بقلبها مسخره. واحد كل ما يشوف قصه بقلبها مسخره، كيف تتعاملي معه؟ بدك الصراحه بقلبها معه مسخره. هلا اذا الموضوع مش هالقد مهم وهكذا، حقلبها معاه مسخره ونضحك. بس انا كعليه رده فعلي طبيعيه بعصب يعني، بقدرش اتحكم بمشاعري، فبصير خلص بتفادى الموقف وبطلع عشان راح يعني اغضب. طب اللي مفكر حاله زير نساء وبظبط اي بنت بده اياها anywhere anytime anyone، زير نساء هذا كيف بتتعاملي معه؟ اللي بكون خلص عارف حاله انه انا بقدر، كيف تصرفك مع هذا الشخص؟ ايه بيضحكني يعني، بحس انه لانه انا بحزن الصح شو بسموها يعني، كثير بقرا سايكولوجي وهيك، فبتلاقيني وانا قاعده مع الشخص دائما بيكون بعقلي انه عم بحلل نفسيته وشخصيته من تصرفاته، فدغري اللي عم بيسقط هذا النوع من الثقه بعرف انه عنده العكس، فهمت علي؟ فبحزن عليه بالعكس، اي جو ايزي اون هيم وبصير هيك انه لطيف، بدي احسنك يعني. خلاص هيك حاسس انت، تفضل مبروك. بس احكي له والله شخصيتك حلوه، والله فخوره فيك، انه مشان الله خذ لك تعززي له. لانه لازم تعزز له ثقته، لانه هو ما عم بيعمل هيك الا لانه ما عنده ثقه. الله يعني كثير الله يقويك. طيب كيف تتصرفي مع اي شخص ممكن يبعث لك، انت مثلا تبعت لشخص على الواتساب وتلاقيه صار تايبنج وانت تايبنج، يعني انت مرات كنت تبعت لواحد واتساب مسج وتهربي تلاقيه صار يكتب. قال دمه تعرفيها، بتبعت له مسج واتساب عشان تطلع تلاقيه صار يرد. ببعتها وبختفي حتى لو قاعد تايبنج.
لا ما عندي هذا الشيء لانه خلص. عندك مشاكل كنت اونلاين كنتي اونلاين؟ لا لا ما أصدقاء. ما بتصير معي، بس انا كل حدا بيعرف اني عندي حركه الساحر بختفي ايام فهمت هذا الموبايل ما بمسكه ايام لانه روعة. عندي كثير انكزايتي فبتوتر انه كيف ارد هلا خلص. طيب مكسور عليكي اجار دار ودفعه سياره وعليكي قرض مراه، من اين قرض مراه من اين تاتي بالطاقه الايجابيه؟ شو يعني قرض مراه؟ في قرض مراه ولا لا؟ زي الغارمات وهيك. انا بعرف في قرض مراه. طيب شكلهم بسايو والله. اسامه عارفه باذن براسه شكله ساحبه، شكله ساحبه علي. اسامه باذن براسه نعم في قرض مراه وانا قاعد بدفعه كل شيء. خليها تسحب اول ما تزوج. واثق من نفسه قوي. قال اول ما تزوج خليها تسحب. علي قرض وايش هاي؟ عليك اجار دار ودفعه سياره وعليك قرض، من اين الطاقه الايجابيه؟ بتيجي بتيجي، ما عندي مو مربوطه عندي بالفلوس، صارت معي قبل عادي. يعني ممكن انكد اذا حسيت حالي والله الشغل اللي عم بحاول اعمله ما عم بيزبط من ناحيه انجاز، لكن انه على الفلوس لا يا ما كنت مفلسه ما بيكسر عزيمتي هذا الموضوع. ولا احنا بكسر عزيمتنا، ويلا نروح على الفقره اللي بعديها لانه ولا واحد فينا مكسور عزيمته.